حياكم شباب. وصلت اليحر مول في العامرة، منطقة العامرة في العين الإماراتية، خيمة العامرة للتسوق. مسوي لكم معرض حق العيد في اليحر مول الطابق الأول. كم يوم؟ خلونا نستفسر أكثر. كم يوم؟ في انتظار الافتتاح الرسمي للمعرض في هذا المول. الحفل راح يجي ويقص الشريط على طول يفتح. حياكم الله، حصلت حد من متابعيني من اليمن مقيم في الامارات، اهلا وسهلا. تابعني لما اروح للعراق؟ عبد الرحمن المصاطي. والنعم. ما عليك سؤال. وين تابعني اكثر شيء لما اروح؟ وين اكثر شيء؟ في العراق. أبو العراق ما ادري شو في العراق، يعني ما دخلت ايام المباريات وخلاص ثبت مع ما عاد رديت اشوفه. نحبهم هناك. لا والله شعب مضياف وشعب كريم. والله الله يخليك. عمان يعني محبوب في كل مكان. العمانيين والله وين انتم كذلك. سبحان الله، يعني سليقتهم كذا سبحان الله، يعني الحمد لله. حتى من ندخل الحدود سبحان الله، يعني الله يخليك. والله لهم مواقف صراحة معي كم أنا، يعني مواقف كثير، يعني تستاهلوا تستاهلوا. أحسن أحسن. شيخ اللبانة ركاض يا لو مرحبا بك يا مرحبا شيخ اللبانة. وصول راعي الحفل الشيخ سالم العامري. اليوم نشوف اللمسات الجميلة اللي قدمها الشيخ الدكتور سالم بركات العامري في جميع المحافل، وبالتحديد الوطنية والإنسانية والمجتمعية. حضور اليوم ووقته ودعمه للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الوطنية هذا داعم كبير. هذا ركن ثاني الباشا، ايش يقدم الباشا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. خيمة التسوق العامرة للتسوق، عندنا عطورات فرنسية. عطورات فرنسية، نعم. خمس نكهات متميزة. نعم. اسطورة ونهيان. شعور اسطورة نهيان رغبة، هذا الخمس. نعم. في عاملين عليه خصومات، طبعا ثبات يومين على الضمان. ثبات يومين، حلو. الشركة مختصة بالعطور والصوابين بالاضافة للسكرابات السنفرة حق الوجه والجسم حتى نعم. وجود اللون. نعم. بالاضافة لمسكات الشعر الارقام. نعم. بالإضافة للشاور جيل، بالإضافة للزيوت الطبيعية حق الشعر واللحية. هذه طبيعية؟ طبيعية 100%. هو اللي الصبغ يعني؟ لا، هذا لإنبات شعر اللحية والإغلاق الفراغات. هذه؟ نعم، هذا حق اللحية. وهذا كم حق... كم سعر هذه؟ هذه سعرها 150 ويجي من طرفها خصم 25%. حلو. حياك الله. عندنا كمان سيرومات خاصة حق الشعر، حق تكسير وجو عدم تساقط الشعر، بالإضافة هذا. نعم، بالإضافة للشامبو الطبيعي الخالي من الأملاح. أرقام التواصل؟ 058-960-1. ما في كذا بزنس كارد معك؟ لا والله، لأن المعرض الجديد بعد منجهز، يعني في الهدف. ما حاطين رقم في هذا؟ لا والله ما حاطين. وفي عندك البادي سبريات للشعر والجسم أورجانيك طبيعيات، يعني نعم حق الشعر وحق الجسم. حياكم الله. الرحمن الرحيم. أول بداية بنبدأ بهذا الركن، عبارة عن مخاوير وفساتين للأطفال أو البنات مثل ما أنتم شايفين. وراح أحط لكم الحين الرقم. شوفوا الفساتين الجميلة، ألوان وأشكال اللي موجودة معهم، وهني أيضا مجموعة وموجودين في هذا المعرض لمدة شهر كامل. حلو. الرقم هذا حياة صح؟ هذا الرقم اللي يبغى يتواصل ويحجز اي فستان او اي لبسه جاهزه معهم. رع بلادي، اهلا وسهلا. درعي، يا مرحبا وسهلا.
أول بداية مبارك لك الصراحة هذا المشروع الجميل، وأنت إنسان راقي وشغلك كله راقي، يلي تخبرني حبة حبة عن مشروعك. عندنا هذا البوكس في آي بي، بوكس في آي بي، في آي بي نعم، يتكون من 3 عطور. نعم. وعندك عود. يا سلام. وحاسيس. عندك دخون حاسيس. جميل هذا البوكس صراحة، حق هد... هذا حق هدايا مناسبات. والله حلو بصراحة يا جماعة، اللي بيهدي شخص عزيز وغالي على قلبه هذا البوكس يصلح هدية للعيد، ومثل ما انتم شايفين البوكس بروحه جميل، فما بالكم بالغموض والخيال والمخملي، الثلاث الحاجات اللي موجودة معه، وأيضا الحركة هذه حلوة جدا اللي هو الدخون والعود الأزرق. فكم سعره هذا؟ هذا طال عمرك قبل كان 670. نعم. الحين خلينا تخفيض 500 درهم. 500 درهم. نعم. ما شاء الله. وهذا الرقم ها؟ نعم. الدرعي هذا بعد أيضا؟ هذا بوكس الرمضان. بوكس الرمضان. يتكون نعم. يتكون من عطر. نعم. من مبخرة. نعم. ومن خم. حلو حلو. شمعة طال عمرك. ومرش. ومرش. حلو. زين الدرعي، الحين اشوف بوكس ثاني معك وشكله راقي جدا. هذا طال عمرك 4 عطور، كل نعم. عطر فيها 100 مدلي. حلو. هذه خلطات خاصة فيهم. خلطات خاصة؟ نعم. خلطات خاصة نحن مصنعينها في الإمارات. جميل. هذا يفوز يا الربع، هذا يفوز. زين. هذه له ثبات كيف؟ اسم على مسمى طال عمرك. ما شاء الله. ثبات. ثبات. نحن اخترنا الاسم لان العطورات ثبات، العطور كلها ثبات ما شاء الله. كم سعرهن هذه له؟ هذا طال عمرك بعد الخصم 400 درهم. 400 درهم. وايد حبيت جماعة الخير، انا جربت هذا وخيال. الرقم ايضا موجود، اللي يبغى يتواصل معه او على حساب الانستغرام تقدروا تتواصلوا معه وتطلبوا، سواء في السلطنة او في الامارات يوصلكم ان شاء الله. هذه له ويش؟ هذه للعطور البراندات الخاصة، نسبة التطابق من العطر الأصلي 97%. نعم، يعني نسبة تطابق العطر الأصلي يا جماعة الخير 97%. أسعارهن بالجملة أو بالحبة؟ بالحبة. هذا عندك كلها الأسعار ب 75 درهم. حلو حلو حلو. 75 درهم رخيص مع البوكس. مع هذا البوكس. نعم. جميل جدا بصراحة، وايد حبيت شغلك والله بأمانة، يعني وايد وايد شغلك جميل مرتب، وانت انسان راقي وتستاهل الدعم سواء داخل الامارات او حتى اخواننا من سلطنة عمان، بما انك انت درعي واهلك هناك. اهلي من عمان. من عمان. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك. هني هذا التستر ها؟ هني التستر اللي يبغى يجرب وكذا يعني. نعم. عموما يا جماعة الخير هذا رقمه، تواصلوا مع الدرعي ولا تقصروا معه. تعال يا ابوك المصنعة مظلمة من دونك ومالها طعم، ما حلوة من دونك، عقل في رجعه يوم نشوف سيارتك يرتاح القلب والفؤاد، والحين تهبي مشرق، تهبي مشرق مغرب وانت ما حلو كذا، حاول ترجع من وقت.